بألف الفيسبوك ولا طلع لي قهوة على الرمل، هي بتعتبر المشروبات الساخنة. فتت على اليوتيوب بحثت عن القهوة على الرمل، طلعت قهوة بتعتبر يعني هو رمل حراري، بتشغل تحته نار، بتحط الركوة والقهوة بتصير قهوة. أبو هيثم صاحب القهوة على الرمل، طلبنا منه قهوة وضيفنا إياها، والله طعمتها ولا أروع، بتختلف، هي بتشبه طعم القهوة العادي لكن أفضل، بحيث أنه مو هي مطبوخة على النار هيدي، وعلى هذا على الرمل طعمتها كانت ولا أروع.